الشيخ مبروك عطية يهاجم الإعلامية منى الشاذلي بسبب محمد أبو جبل. هنعرف كل التفاصيل، بس قبل أي حاجة اعمل لايك للفيديو وفعل زرار الجرس على كل الإشعارات، ضروري جدا علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. هنكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. هاجم الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية الإعلامية منى الشاذلي في لايف على صفحته في فيسبوك، وده بعد إذاعة حلقتها مع أبو جبل، وده بسبب جملة استفزت الشيخ مبروك عطية جدا في الحلقة، وكانت إن منى الشاذلي بتقول لأبو جبل كل بنات مصر بتسأل عن حالتك الاجتماعية، وده اللي خلى الشيخ مبروك عطية يعمل لايف مخصوص علشان يرد على جملة منى الشاذلي. وقال الشيخ مبروك عطية على صفحته الشخصية إن لديه مؤاخذة محترمة على مذيعة محترمة وهي الإعلامية منى الشاذلي، وكلامها مع أبو جبل وجملتها اللي قالتها كل البنات بتسأل عن حالتك الاجتماعية. ووصف الشيخ مبروك عطية الجملة دي بالتعميم، يعني مثلا لو في 60 مليون بنت في مصر فكلهم كده بيسألوا يا ست منى عن محمد أبو جبل، وده معناه إن في 60 بنت مهفيف على حد قول الشيخ مبروك عطية، وكان المفروض إننا نقول بعض وما نعممش، وقتها كانت هتبقى مبلوعة، لكن كل البنات بالتعميم ده. ويا ترى كم واحد هياخد باله من الكلمة دي ويزعل منك زي حالاتي ويزعل من بنات مصر. وقال الشيخ عطية كمان إن في بنات كتير جدا ما تعرفش أبو جبل ولا الشناوي ولا حتى مو صلاح، وده مش لعيب فيهم، وفي بنات كمان بتعرف الكورة وأخبار الكورة وبتعرف تلعب كورة، الدنيا ألوان وأنواع، لكن انتي بجملتك دي ربنا هيسألك عنها، لأني لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وسأل الشيخ مبروك عطية الإعلامية منى الشاذلي، هل انتي مثلا عملت سيرش وعرفتي فعلا إن كل البنات في مصر بتسأل عنه؟ وقال لها كان ببساطة ممكن تقولي بعض البنات أو تسألي بشكل مباشر، ويا ترى تلميحك بالسؤال ده معناه إيه؟ هل مثلا كل البنات حط عينيها عليه ومستنيين إنه ينفصل مثلا؟ واختتم الشيخ مبروك عطية كلامه وقال لها ربنا يسامحك على كلمة كل دي، ووجه اعتذار لبنات مصر اللي ما سألتش واللي مش بتتابع كورة واللي بتذاكر دروسها وقايمة بواجباتها تجاه نفسها وأهلها. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن أسرارنا لسه ما خلصتش، استنونا في فيديوهات وأسرار جديدة على قناتكم قناة أسرار النجوم.